اتخاذ المساجد على القبور وسيلة من وسائل الشرك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، لأن هذا من وسائل الشرك. واتخاذها مساجد بمعنى أن تتخذ مصليات يصلى عندها ولو لم يبنى مسجد، فإذا بني مسجد فعلى القبر فالأمر أشد. وهذه في الحقيقة ليست مساجد، إنما هي مشاهد، مشاهد الشرك، فيجب هدمها وإزالتها. مسجد مصدر ميمي في اللغة العربية التي أنت ضعيف فيها، مصدر ميمي يصلح للدلالة على الزمان والمكان والحدث، فهذا معناه أنهم يسجدون لمن في القبر. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. فمن يعبد الأنبياء الله ينعي عليهم هذا النعي. فمسجد هنا ليس جامع، لا علاقة بهذا بذاك. سيدنا الحسين، في سيدنا الحسين مدفون وبني عليه جامع. سيدنا الإمام الشافعي عندما كانت مقابر بنى الكامل عليه جامعا، لا بأس هذا باتفاق العلماء عبر القرون إلى أن خرجت النابتة تتكلم عنه. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني جامع. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني جامع. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، يعني جامع. ولكن المسجد في الحديث غير، معنى آخر، وهو معناها أنه يبني مكانا لموضع السجود لمن في القبر، وهذا برأ الله منه المسلمين، فلم يعبدوا أحدا أبدا، لا النبي ولا غيره. ومن فعل هذا كالدروز أو كالبهائية أو ككذا لم يعودوا مسلمين. أمة ميديا تي في.